اسمعوا نصيحة أوجهها إليكم معشر الجن، اسمعوا اسمعوا، أسلموا لله تعالى، أنيبوا إلى الله، فروا إلى الله، توبوا إلى الله. وكل جن ظالم مسلم ظالم، وكل جن مسلم بداخل جسد فهو ظالم، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يتوب إلى الله، وأن يقلع عن هذا الغي وعن هذا العدوان. حتى ترى العذاب الذي عذبته لأسرتي، حتى ترى العذاب عذبته لأسرتي ولأبي. أيه. أثر على والدي وأخرجه البارحة وأثر على إخواني. أبيك لك من قوي أما صح؟ لا أباه لا. في أسبوع مثل أبي أنا في عز شبابي. طيب أما أنت يبدو أنك إن شاء الله تعالى في طيب خير إن شاء الله. أبشر. العلامة الأولى الصوت، إن كنت قويا شجاعا اعملها سترى بيوم السبت سترى. طيب سنرى إذا فعلت سآتي إن شاء الله سترى، إن عملتها سآتي سترى، فترى مني حتى أن أشياء أخرى سترى. في الهادي بن عيسى سترى، هي ستارة. هي تذهب إلى هذه المنزل سترى، وفي الليل تأخذها تأخذها بالليل ايه. وهي نائمة ايه. هي الهادي بن عيسى سترى، تقوم بالطقوس الشرقية سترى، تعرف وتعلم. طيب سترى، طيب سترى، الحمد لله خبرتينا مزيان. يصف أبو الطرق إن شاء الله يسمى عليه اسم الله جل وعلا جل وعلا جل وعلا. لا إله إلا الله، لا قالها لي اليوم في الصباح، بلت كؤوسا في المطبخ وعملت تخويف عملت تخويف أصبح في الصباح مشتت العقل مشتت طيب لأنه اسمع. حافظ القرآن مثلك ماش أنك ماش أنك دعني لا دعني لا ورب الكعبة لن أدعك بإذن الله تعالى. تدري ماذا؟ سترى. قالها قبلك أباك وإخوتك، وقالها قبلك جيب كثير، لأن أنت الآن في أول سترى. لم نبدأ معك أصلا. أنا العقدة فكت خمس عقد فكت خمس عقد بإذن الله، وخرج الجن الموكل بها. بقيت أنت إن شاء الله. نعم. كم مرة تعقدت؟ كم مرة؟ لا تعرف. كم مرة؟ كيف ما كان الحال؟ كم مرة سوف يعقدونها؟ ألف مرة؟ السادسة. هي جلب المفتاح. كيف جلب المفتاح؟ لا تعرف. طيب كيف جلب المفتاح؟ ما فهمت. لا تعرف. طيب. وأخواتنا. ها؟ آذيتكم كثيرا. لا. اعتديتم لا. كثيرا. اسكت أنت اسكت. لا لا لا. تكلم مثل النساء. أس. اعتديتم كثيرا. صح؟ ها؟ قلت لك سأسير على منوال أبي. أيوة. ماذا ما كان؟ لا أعشقها ولكن ما رأيك؟ سأعتبرها منك الجاريات التي لدي جاريات كثر. عندك جاريات كثر؟ تكون عائلة جاريات. طيب أنت من عائلة ماذا؟ أنت غواص. أنت غواص. تغوص في النجاسات. نعم. وفي الدماء والبحار. نعم تغوص في النجاسات. أنت غواص. إيه. طيب. المكان الذي يسرع السرقة والنقوة. الهادي بن عيسى. إمسى. العواشتر. ما بخبرك على الوقت وعلى الساعة. ماذا يجري في الهادي بن عيسى؟ الذبح لغير الله. الذبح لغير الله والقرابين. وقرابين. قرابين. قرابين كتب. المغرب وخارج المغرب والدول العربية يأتون لهذا المكان. هادي بن عيسى. سوى هو ضريح. في تعامله.
يتبركون منه وهو لا يعمل أي شيء. لا يعمل شيء. لا يعمل أي شيء. سبحان الله. ولكن أنا إخواني الشياطين والعفاريت واليهود أريد أن أتكلم معهم. استرجع قواي ولا أهتمك أنت. طيب. ما رأيك؟ جيد. جيد. عليك المعركة. طيب جيد. عليك المعركة. أنا أنتظر. الوقت الذي إن مرتقب. ها؟ الوقت الذي بين لك أبي السحر لم أكن في الجسد، كنت مسافراً. لو كنت لما أنا أجلس السحر ولا استخرجته. كنت مسافر. تسمع مني كلمة واحدة. أجمل لك ما قلت في كلمة. ماذا؟ أنت فاشل. لا، هذه الكلمة ليس لي. طيب مرحبا بك هاي تمدد. حق السماء ليس لي هذه الكلمة. تمدد هاي. لا 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 لا. أنا لا أتمدد في الأرض، أجلس على شيء عالي، لأني عالي، عالي، عالي. طيب إن شاء الله تعالى بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. المرة هذه أقوم خلاف الأولى والثانية والثالثة. تمددوني؟ طيب بسم الله. يا بشر تعال انظر إلي انظر إلي. أنا في العقد السادس هذه يعني العقد. طيب تعال تعال ثلاث مرات، الأخيرة مع ثلاث مرات. طيب تعال، طيب يسار. الأمل، يسار. والمرض، طيب يسار. كبير هذه الطريقة. هذه طريقتك. لماذا تتكلم عن الطريقة؟ من؟ أنت. هذه طريقتي. لا، طيب. ليس طريقتي. طريقة، هذه الطريقة تريد أن تزعجني وتريد أعلم، أعلم ماذا يغور في بالك. هيا، هيا. هي تمدد هي ما هذا ايش كل هذا الشيء؟ أتعب ما هذا؟ لا تلمس أي شيء من هذه الأشياء. ما هذا الشيء؟ ما هذا بخير؟ أتيتنا بخير؟ نعم. لا إلهي شو هذا؟ حزام ذهبي. الله أكبر أتيتنا بهذا الحزام؟ نعم ذهبي. ما رأيك فيه؟ أوه إنه والله الثمن. والله الثمن. والله الثمن. 3 ملايين درهم. درهم هذا والله الثمن شيء ثمن. 3 ملايين هذا بعض تلات مئات مجوهرات زيادة. ما رأيك في هذا؟ أجلب الكثير وأجلب الكثير. وهذا ماذا؟ وهذا ماذا؟ كبير صقلي. أتيت به؟ أتيت به اليوم. لها؟ لها. واو. أنت لتأتي بالذهب؟ أنت تأتي بالذهب؟ وهذا ماذا؟ لا ولما الصقلي؟ أتيت به لها؟ جديد؟ سرقته؟ سرقته من مكان العمل أخوه يوسف. سرقت هذا؟ كان الشاب عنده في الصباح. ها؟ من محل الشاب الذي كان موجود في الصباح عندك وقتها. الله المستعان. الله المستعان. وهذه مجوهرات زياد. إنه رجل سني مثلك. سرقتها من محل مجوهرات؟ مجوهرات زياد. طيب. ما رأيك؟ رأيي ما ستراه. بسم الله الرحمن الرحيم. ختاما إن شاء الله تعالى يعني نظهر لكم جليا أن هذا السحر أتى بهذا المجرم بنيامين للأخت وكان يرعبها دائما بهداياه حتى صار ينتقل الأسحار الآن تراها فوق الفراش. هذا سحر وكما أخبرني أنه أتى بهذا السحر من دولة إفريقية بعيدة جدا ثم أتاها بهذا السحر كذلك وهو سحر يهود كذلك وخلفه مجموعة نساء في حانة يعني والعياذ بالله لشرب الخمور فأخبرني أنه متلبس بهذه النسوة اللواتي في الصورة مفهوم؟ يعني هذا الجني له علاقة بها بالنساء ثم أتاها بسحر آخر وهو عبارة عن شعر هذا الشعر لاحظوا معي كيف أحكمه هذا الخبيث وهو لاحظوا معي الشعر كيف أحكمه مع هذا الجلد لاحظوا وهذا من صنع الجني هذا السحر من صنع الجني فهناك جن صحرة لاحظوا هذا الجلد كيف هو ولاحظوا بقايا الشعر كيف عقدها وسرقها لاحظوا وكيف عقد هذا يعني كما قال
هو أن عقدته الأخيرة السادسة أحكمها الساحر أكثر من مرة، 3 مرات، وبالتالي صار هذا الجني أقوى من غيره، وحتى صار يستطيع هو يسحر هذه السيدة، يجدد الأسحار ويصنع الأسحار والعياذ بالله، بل ويغريها بأشياء هدايا ثمينة وباهظة الثمن اللي تساوي أكثر من 30 مليون، يعني حزام ذهبي ومجوهرات وحلي وأشياء كثيرة جدا، أشياء يعني سبحان الله كانت عندنا فضاعت صورها، لكن ما يصلكم الآن فهو فقط إشارة تصل لكم إن شاء الله تعالى المعلومة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.